أنباء عن أنه من الممكن أن يكون هناك تغيرا في رئاسة لجنة الحكام خلال الفترة القادمة أو بعد نهاية عقد بريرا يوم 30 أغسطس، أن هو لن يتم التجديد معاه. كلام رأيك في هذا الأمر؟ الكلام ده مهم لكنها ليست أنباء ومعلومات، يعني على اتفضل. ضعف أصحاب القرار في مسألة قيادة الكورة يعني في أعلى نقاطها. لكن في الآخر ما هو الراجل لازم يمشي آخر السنة، ملهاش حل أصلا لا، يعني. ممكن تجدد له. لا مش هيجددوا، لا أظن. طيب مين اللي مسألة هيجي، او التجديد معلوماتك في هذا الامر؟ الكلام دلوقتي بيدور حول اتجاهين بس، هي اللي هيخليهم مش اتجاهين ولا حاجة، إنه أصلا بعد الدورة الأولمبية اقصى ما يحلم به اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره انهم يقدروا يمدوا لنفسهم شهر ونص اكتر من المده الاصليه، يعني تقدر تقول انه هيبقوا معانا لغايه اكتوبر او نوفمبر. اوكي. بالظبط. وبالتالي هم مش هيقدروا يفرضوا اجنبي تاني، لكن هتكون بقى الحكايه ايه في التجهيز لمن يستطيع ان هو يكون ليه ما يسمى مجموعته، مش هقول رجالته، مجموعته، سواء الكابتن جمال غندور او يعني طبعا من على بعد عصام عبد الفتاح وكل الكباتن يعني الاعلام لا تعرف. اعتقد كمان هيخش في المساله سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف، هيحصل نوع من انواع التجييش نحو اختيار رئيس له مجموعه. ازاي بقى ده هيبان مع انتهاء فتره الراجل من ناحيه، ومن ناحيه تانية مع بوادر من سيدفع نفسه لانتخابات اتحاد الكرة نفسه، يعني مجلس إدارة الاتحاد قبل تكوين مين اللي لجنة هيكون الحكام. موجود في الفترة صحيح. القادمة؟